خلونا نروح لتقرير بقى لطيف. تروح فين بقى؟ أبو شوي في الفيوم. من ساعة ما هتخش هتبدأ تشم ريحة حلوة جدا. إيه ده؟ إحنا دخلنا الجنة ولا إيه؟ أصل هناك في أبو شوي بيتزرع نباتات طبية وعطرية. طيب بنعمل بيها إيه؟ لا، دي بتتزرع عندنا وبنصدر للدنيا. تاني، بتتزرع عندنا وبنصدر للدنيا. فلوس يعني. ماشي. وإجراءات التصدير بتتسهل مرة في مرة في مرة، فالدولارات واليوروهات والينات تخش أكتر فأكتر فأكتر. التكلفة مش رخيصة، في المعقول، بس أهم حاجة يبقى الزراعة زراعة حيوية، لا كيماوي ولا مبيدات. تقوم الناس بتاعت بلاد برة دي تجري على هذه النباتات، تيجي الشركات اللي بتزرع والشركات اللي بتصدر تودي لدول شرق آسيا وتودي الهند وتودي باكستان وتودي جنوب إفريقيا وأمريكا ودول عربية وأوروبا. حاجة محترمة قوي. اتفرج على التقرير هتعرف إنه دايما ليك فرصة وليك قدرة وانت بجد قوي. اتفرج على التقرير ده. مصر بتتميز عن دول كتيرة جدا في الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية لخصوبة التربة عندنا في مصر والمناخ المعتدل. ده بيساعدنا ان احنا نصدر نباتات طبية وعطرية. نسبة الزيوت فيها عالية جدا، ده بيساعدنا ان الكواليتي بتاعتنا تطلع بدرجة عالية جدا، وبيساعد في فتح أسواق سواء في أوروبا أو في أمريكا أو دول شرق آسيا. ومن حكمة ربنا أن في بعض المنتجات بتتزرع في مصر وبتطلع بكميات كبيرة جدا وما بتصلحش ولا بتتزرع في أي دولة تانية في العالم. النباتات الطبية والعطرية عندنا زهرة الكالانديولا اللي هي زهرة عباد القمر، عندنا القاموميل اللي هي بنقول عليها البابونج او الشيح، عندنا الريحان، عندنا البردقوش، عندنا البقدونس والشبت والكزبره والمرمريه والنعناع البلدي والنعناع الفلفلي. احنا بنتحرك ما بين 20 او 25 منتج كلهم منتجات مصريه 100%، سواء الدول اللي بنصدر ليها كونفنشنال او بنصدر ليها اورجانيك. اللي بيميزنا هنا المنتج المصري عن اي منتج تاني في العالم، وخاصه بتكلم بصفه خاصه عن محافظه الفيوم. احنا عندنا نعتبر كلنا هنا في الفيوم بدانا الشغل بالوراثه، شغالين في النباتات الطبيه والعطريه من 50-60 سنه، عندنا ايادي عامله متدربه ومتمرسه جدا، عندنا أراضي خصبة بتجود فيها زراعة النباتات الطبية والعطرية، عندنا خبرة كافية وعندنا دراية كافية إن احنا نطلع المنتج في أحسن صورة، نمثل تمثيل مشرف للمنتج المصري سواء المنتج العضوي أو المنتج الكونفنشنال. أنا النهاردة عشان أزرع نباتات طبية وعطرية سواء في ظهير صحراوي أو في أقاليم، أول حاجة بعملها إن أنا بمسك بعمل تحاليل للتربة بتاعتي، بعمل تحليل للمياه بتاعتي سواء مياه أبار أو مياه نيل، بعمل تحليل بتاعتي وبشوف إيه النسب الأملاح أو نسب الحديد اللي موجودة وإيه المنتج اللي ينفع هنا، وببدأ أشتغل على ده سواء في الزراعات الطبية والعطرية الأورجانيك أو الكونفنشنال. لو هزرع نباتات طبية وعطرية أورجانيك طبعا يفضل إن أنا أتجه للظهير الصحراوي، أرض تكون بيور ما تزرعتش قبل كده، عشان أقدر أتحكم في المنتج بتاعي إنه يفضل أورجانيك للنهاية وأتعامل عليه معاملة الأورجانيك، ما دخلش عليه أي مبيدات، ما دخلش عليه أي كيماويات، بحيث ما يدخلش عليا اي مزرعه جنبي، اي حد جنبي زارع اي زراعات تقليديه،
ما يروحش عندي اي مبيدات او اي حاجه، والمزرعه بتاعتي ما تتاذاش من المزرعه اللي جنبها.